السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا قبل كل شيء، كما بتعرفوا أنه لقاءنا اليوم هو محاضرة مميزة بعنوان النجاح في الحياة لمحاضر ناجح ومتميز الدكتور طارق سويدان. الدكتور بنشكرك كل الشكر والتقدير لأنك منحتنا من وقتك وأعطيتنا القليل من الوقت. طبعا مش مفهوم ضمنا النجاح بالوصول او الحصول على وقت من حضرتك. شرف لي، بارك الله الله فيك، يبارك فيك، شكرا لك. يسعدنا طبعا خدمتك، الله يخليك، فلسطين واجب علينا. الله يبارك فيك. طبعا الدكتور طارق هو غني عن التعريف، ولكن نعطيكم نبذة عنه. هو مهندس الفكر النهضوي وداعية ومفكر وشخصية إسلامية، طبعا في بعض الأحيان مثيرة شخصيته للجدل. هو ملهم ومؤثر قبل أن يظهر مصطلح التأثير، وهو من السباقين في ابتكار كل أنواع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء. طبعا احنا ما بنقدر نحصر كل المعلومات عن حضرتك، لأنه عندنا نحاول انه قديش بنختصر ونستفيد من محاضرتك، نفع فأهلا الله. وسهلا بيك. ولكن قبل كل شيء لابد من كلمة ترحيبية لبروفيسور كتيبة، اللي هو القائم بأعمال رئيس الأكاديمية والعميد الأكاديمي. تفضل بروفيسور. السماعة مطفية عندك دكتور بروفيسور كتيبة، تفضل. مساء الخير للجميع. بنرحب بداية بالدكتور الفاضل دكتور طارق، لا شك إحدى القامات المرموقة بعالمنا العربي والإسلامي. دكتورة تغريد على المبادرة والحضور الكريم من زميلات زملاء طلابنا والجمهور بشكل عام. بالبداية بتقدم جزيل الشكر دكتور طارق على تشريفك لإعطاء المحاضرة. لا شك إحنا بنتحدث عن شخص صدقا أنا اللي بيعرفني صعب علي أجامل، ولكن مع الدكتور طارق صعب علي ما أعطيك حقك. صدقا أنا جاي من مجال ممكن مختلف تماما، أنا جاي من مجال علم النفس، ولكن تجربتي معك كانت من خلال صدقا هيك من كم سنة من استماعي لمحاضراتك بمواضيع التاريخ الإسلامي، السيرة النبوية، وبكل صدق وعن جد يعني ممكن الزميلات والزملاء دائما بشاركهم بتجربتي قديش كانت غنية، قديش ممكن غيرت مفاهيم مغلوطة اللي ممكن اكتسبناها للأسف من بعض الكتب اللي تلمذنا عليها غالبا، كتب مستشرقين او كتب شيعة اللي فرقت الأمة لفرق، كفرت من كفرت وألهت من ألهت. وحسب رأيي بتجربتي عن جد المتواضعة، يعني مش بالضبط متواضعة مع محاضراتك، ممكن البعض ممكن سمعته اكثر من مرتين او ثلاث مرات بطريقة علمية وسطية معتمدة هيك على الأدلة على الروايات الصحيحة. كل صدق شخص، وأنا بتحدث عن نفسي اللي بعرف حالنا للأسف كإنسان بهالأمة اللي منعيش منذ عقود ممكن بفترة من الانحطاط، ومع شعور دائما بالدونية اتجاه كل شيء مرتبط بحضارتنا وثقافتنا. يعني بعد الاطلاع سواء على سيرة الصحابة أو على سيرة الرسول بالمحاضرات، يعني كل صدق عدت لنا الفخر لتاريخ مجيد، تاريخ رائع، بعيدا ممكن عن التشدد، بعيد عن تأليه الأشخاص. وأنا بفكر هاي أفضل النقاط اللي لمستها عند الدكتور طارق، إنه حتى لما بتحدث عن صحابي كبار بتحدث عن الشيء إنه إمكانية الخطأ واردة، وبالتالي هم بشر مثلنا مثلهم. وبفكر الطرح العميق اللي بقدمه الدكتور طارق من تجربتي عن جد بالاستماع للمحاضرات كانت نقلة نوعية إلي بشكل خاص. حتى اليوم ممكن كمعالج نفسي أنا بستعين بكثير من التجارب
سواء لصحابي او لتابعين او لخلفاء. يعني للاسف كلياتنا تلمذنا على التكفير بني اميه وتاليه ناس معينين. حتى دكتور طارق لما كان يعرض، بكل صدق بحكيها، لما كان دي يعرض حتى عن تاريخ العرب، تاريخهم بالجاهليه، حتى هناك كانت الموضوعيه وشعوره بالفخر حتى بتاريخ من هالنوع كان بارز جدا. بكل صدق اشكرك دكتور طارق، ممكن تجربتي معك ما كانتش بالتنميه البشريه، لذلك هيك حبيت هيك استغل المناسبه، بس هيك اشكرك بشكل مباشر. ولا شك طبعا دكتور طارق ما شاء الله بإلهاماتك بمجالات متعدده، ممكن انا تعرفت على جانب معين من الدكتور طارق، ولكن بفكر اليوم راح يعرض علينا بموضوع مختلف ممكن على الجوانب اللي ذكرتها، وبتمنى المحاضرة تكون ممتعة للجميع. بتأمل من الجميع هيك يكون استماع وإصغاء. ما بعرف إذا في مجال للمشاركة، ممكن بالأخير دكتورة تغريد أنت المديرة. ان شاء الله ان شاء الله بدك شو بصير معنا وقت، بالعكس احنا رايحين نستغل كل دقيقه من دكتور طارق، هاي فرصه لا تعوض. الله يحييك. بارك الله فيك دكتور بروفيسور طارق، بروفيسور كتيبه، بس كلمه اخيره ترحيبيه برضه لرئيس قسم الدراسات الاسلاميه الدكتور عوني، اذا سمحت مقتضب دكتور عوني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم كانت سعادتي عندما عرفت أن الأستاذ والدكتور أستاذنا الكبير الدكتور طارق سويدان سيكون ضيف هذه الحلقة. في الحقيقة هذا الشرف الكبير لنا في أكاديمية القاسم أن نستضيف مثل هذه القامة العظيمة في عالمنا العربي والإسلامي. نرحب بك في هذا اللقاء أستاذنا وشيخنا الكبير، أنت شخصية ملهمة ومؤثرة فعلاً في أبنائنا وبناتنا وفي جيلنا الصاعد. نتعلم منك الكثير، لا سيما عندما نقرأ في كتبك فن الإلقاء وفن القيادي. وأنا تعرفت عليك حقيقة من خلال دراستي لكتابين مهمين من كتبك الكبيرة العظيمة التي كان لها الصدى الكبير على مستوى العالم العربي والإسلامي، وهو كتاب فلسطين التاريخ المصور والأندلس التاريخ المصور، وهي كتب يعني أفتخر أنها في مكتبتي الشخصية وأراجعها دائما، لا سيما التحقيقات العلمية اللي حضرتك قمت بها. اختصارا للوقت وحتى نعطي المجال لحضرتك، أسمح لنفسي أن أرحب بك كمان مرة باسم جميع الحضور الأخوة في أكاديمية القاسمي والضيوف الكرام من طلابنا ومحاضرينا ومن أهالي بلدنا وكل المناطق الذين موجودين الآن معنا على الزوم. باسمكم جميعا نرحب بالأستاذ الكبير الدكتور طارق سويدان، أهلا وسهلا بك. تسلم دكتور، بارك الله فيك. تحية لك دكتور، تفضل. شكرا أستاذ تغريد، بارك الله فيك. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكركم على يعني هذا الإطراء الذي ليس في مكانه، لأني في نفسي أصغر من ذلك. ومن الأشياء التي تعلمتها بفضل الله تعالى أن المدح والإطراء لا يؤثر عليه، لأن صحيح كل إنسان يحب المدح ويحب الإطراء، لكن العاقل هو الذي يعرف نفسه ويعرف أن قد نستطيع بسهولة أن نجعل الناس يظنوا بنا شيئا بينما نحن شيء آخر في الحقيقة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان هو الذي يعرف نفسه، والعاقل هو الذي يستطيع أن يميز يعني تأثير هذه الأمور عليه. ولذلك أول نصيحة أتقدم بها الشباب والأساتذة الكرام هو أن يعني الذي ينفعكم أكثر من المدح هو النقد، لأن المدح ما يزيدنا شيء، لكن النقد يجعلنا نعيد النظر في أفكارنا في مواقفنا. حتى لو جاء النقد من إنسان يعني خصم، قد يكون في شيء من كلامه حق نستفيد منه، يعني استعمال هذه المنهجية أعتقد أنه يعني سيغير الإنسان من العلم إلى الحكمة. والله سبحانه وتعالى عندما أرسل
أن يعني نبيه إبراهيم استجاب دعواه بأن يرسل للأمة هذه رسولاً يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. لا نكتفي فقط بأن نتعلم العلم. تحية لأكاديمية القاسمي والقائمين عليها والمشاركين فيها، وتحية لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي في أرض فلسطين المباركة، أرض الأنبياء وأرض الوقف الإسلامي والأرض الخالدة للمسلمين على مدى الزمان. تحية خاصة أكثر من ذلك للذين ما زالوا ملتزمين بدينهم وهويتهم رغم الاحتلال ورغم الطغيان، رغم معيشتهم يعني تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة. يعني أنا محتك بشكل كبير أكثر مما تتخيلون بإخواني وأخواتي في ما أعرف يعني التسمية اللي يحبوها أكثر، لكن بعضهم قال يسموهم يعني فلسطينيو 48. لي احتكاك كبير بهم، فأعرف أوضاعكم وأعرف تفاصيلها وأعرف يعني منهجياتكم وحتى خلافاتكم يعني أعرفها يعني. ولكن يكفينا شرفا أنكم ملتزمون بهويتكم بدينكم بعروبتكم بإسلامكم وصامدين أمام هذا الاحتلال رافضين له بفضل الله تعالى. وأشكر شكر خاص الأستاذة تغريد على يعني ما شاء الله متابعتها غير العادية. أنا إنسان فعلا مشغول وجدولي يعني حاليا قاعد أخذ مواعيد لشهر 9 القادم، لكن هي ما شاء الله بإلحاح شديد ما أعطتني فرصة أهرب. شكرا لك يا أستاذ التغريد يعني على هذه المتابعة الشديدة، ويعني أنا سعيد أن أستجيب له. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياكم الله. ننتقل من المجاملات إلى العلم والعمق. فأتمنى من الشباب والفتيات اللي معنا أن يكتبوا معي، لأني لست من الذين يطرحوا طرح التقليدي، وخاصة أني أنا دكتوراه مالتي في الهندسة، ونحن كمهندسين ما نعرف نشتغل إلا على شكل معادلات وعلى شكل منهجيات. أما الوعظ العام الذي ما نعرف داخله ومخارجه وينتقل من قصة لقصة بدون ترتيب، هذا أنا ما لا أحسنه ولا أستسيغه حتى، يعني أعتقد أن فيه خلل شديد. فدعوني أحدثكم عن ما اتفقت عليه مع الأستاذ التغريد أن أحدثكم عنه. كانت يعني عدة خيارات طرحت، منها الاستعداد لرمضان، كان فيه أشياء لها علاقة بأمور فكرية وإدارية وغيرها. اتفقنا في النهاية أن يكون حديثي شامل حول منهجية النجاح في الحياة. هذا موضوع من المواضيع الرئيسية التي طرحتها منذ فترة طويلة وما زلت أطرحها، لأن في النهاية هذا هدفنا. والله سبحانه وتعالى عندما ينادينا إلى الصلاة يقول حي على الفلاح، يعني هذا الفلاح اللي هو درجة من درجات الفلاح هو النجاح الثابت الدائم بأعلى درجات. فالنجاح قد يتلوه فشل، لكن الفلاح لا يتلوه فشل. فالله سبحانه وتعالى يدعونا نحو الفلاح، ويدعونا 5 مرات يوميا، وكل ما في كل أذان مرتين: حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي الله الجميع على دعوة للفلاح النجاح. وسأعطيكم معادلات متعلقة بالنجاح في الحياة. وأبدأ كعادتنا العلمية في أي علم من العلوم، العلم يقوم على التعاريف. أي علم لم تنضبط فيه المصطلحات أبعد، لأن كل العلوم تبنى أساساً على دقة المصطلحات، فإذا المصطلحات صارت هلامية العلم كله يصبح هلامي. ما هو النجاح؟ أذكر أني في إحدى الدورات سألت الحاضرين: ما هو النجاح؟ من هو الشخص اللي تعتبروه شخص ناجح؟ فاحتاروا الناس حيرة شديدة، مع أنها كلمة نستعملها كل يوم، مع ذلك اختار الناس من هو الناجح. هل هو الذي نجح ماليا؟ هل هو المشهور؟ من هو الناجح؟ هل هو أو هي الذي يحبه كل الناس؟
أبغى لكم سر من الأسرار، اللي يحب كل الناس معناها إنسان ليس له تأثير في الحياة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحبه كل الناس، في ناس كرهوا، في ناس عربوا. فالذي يحبه كل الناس معناها ليس له تأثير، هذا شخص فقط مجامل للجميع. إذن ما هو النجاح؟ هل المال هو النجاح؟ المال كم رأينا من أناس أصحاب أموال كثيرة جدا يعيشون في تعاسة، وبعضهم وصل حتى إلى الانتحار، أليس كذلك؟ النجاح ما يتحقق بالمال. إذن ما هو النجاح مرة ثانية؟ الشهرة؟ أنتم متخيلين أن الشهرة هي النجاح؟ والله يعني الواحد، احنا ذقنا حياة العادية وذقنا حياة الشهرة أحيانا. أنا إنسان الحمد لله يعني علمتني الحياة وعلمني ديني أن أظل على بساطتي، يعني لو احتكيت فيها بشكل شخصي هكذا لن تجدوا شخص متكلف بفضل الله. أنا ممكن يعني أجلس على الرصيف وأكل لي سندويشة، ما عندي مشكلة يعني. طيب، لكن الشهرة تمنعنا من ذلك. ليش؟ لأننا بس نجلس على الرصيف وناكل سندويشة يبدأ الناس هذا عاوز يصور وهذا عاوز يعني ما نستطيع حتى نرتاح في حياتنا الشخصية. طبعا في بعض الناس من الشباب ذات اللي يريد أن يكون من المؤثرين انفلونسرز وكذا، ويريد أن يكون يعني من أبطال اليوتيوب، عندهم شغف بهذه المسألة، يظن أن هذا هو النجاح. فهل هذا هو النجاح؟ هل النجاح ما هو أحد التعليقات هو الرضا؟ هل الرضا هو النجاح؟ يعني الرضا هل هو عكس الطموح؟ لاحظت السؤال على بساطة لكن فيه إشكال كبير، إشكال فكري، لأن الكل يبحث عن النجاح لكن في نفس الوقت هم لا يعرفوا بالضبط ماذا يريدون. فدعوني ألخص لكم تجربة طويلة، ويعني تدعوكم من هذه مصبوغة، هذه ليست حقيقية. أنا عمري 69 سنة بقى. فأعطيكم خلاصة هذا العمر وخلاصة 125 كتاب ألفتها وأكثر من 90 منظمة أسستها، واحتكيت بالعالم الشرقي وغربي، وعملت في شركات في أمريكا وفي ماليزيا وفي غيرها. اشتغلنا، احتكينا بالدنيا. احنا ما احنا لسنا من الدعاة اللي فقط يحسن الكلام في المساجد لكن ما يعرف الدنيا ايش فيها. احتكينا بالدنيا نعرفها. فدعوني استغل هذه الدقائق لأهدي لأبنائي وبناتي معادلة اسمها معادلة النجاح. النجاح عندي هو تحقيق توازن في أربع جوانب. هذا هو تعريفي للنجاح. إذا الإنسان استطاع أن يكون متوازن في أربع جوانب ومعطاء فيها كلها، عندها يكون ناجح. إيش يعني؟ يعني لو إنسان عنده أربعة من أربعة فهذا إنسان ناجح تماما، لكن إذا إنسان ناجح في ثلاثة من أربعة هو ناجح، لكنه ناجح جزئيا وليس ناجح نجاح كلي. إذا سمحتوا سكروا التلفون السماعات، إذا سمحتوا. على فكرة ممكن من الإدارة تسكروا جميع المكتب. أي نعم. لميس سكرينا السماعات إذا سمحتي. سكرتين. تفضل. شكرا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طيب، فإذا الإنسان نجح في اثنين من الأربعة فهو ناجح، لكن ناجح جزئيا وليس ناجح كليا. فما هي هذه الجوانب الأربعة التي تشكل النجاح؟ دعوني أستعرضها لكم واحدة تلو الأخرى. اكتبوا معي إذا. والنجاح، أساس النجاح، أساس كل النجاح، هو أن ينجح الإنسان مع نفسه. ما يمكن الإنسان ينجح مع في حياته إذا لم ينجح مع نفسه. وكما قال سلفنا الصالح كلمة جميلة، قالوا لا يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه. اللي ما هو عارف ينجح مع نفسه كيف سينجح مع الناس؟ كيف سينجح الناس؟ فهذا هو الأساس.
النجاح مع النفس. لكن يبقى سؤال أيضا أعمق من هذا، إيش يعني النجاح مع النفس؟ ماذا تعني هذه الكلمة أني أكون ناجح مع نفسي؟ فهذا الأمر فيه الجوانب التالية. أنا ما زلت كله في الجانب الأول، انتقلت للجانب الثاني فأخبر. فنحن الآن سنفصل في الجانب الأول وهو النجاح مع النفس، النجاح مع الذات. أساس النجاح مع الذات يدور حول مبدأ، وهو أنا مسؤول عما يحدث لي. هذا هو أساسه كله، أنا مسؤول عن ما يحدث لي. هذه الفلسفة البسيطة جدا، يعني الناجح مع نفسه ما يرمي مشاكله على جهة أخرى، يعترف أن هذه مشكلتي ويحاول أن يعالجها. ليش أقول هذا؟ لأن هذا المبدأ على بساطته معظم الناس لا يمارسه، ولذلك إذا كان الأساس ممسوح فالبنيان لا يمكن أن يقوم. خليني أضرب أمثلة. مرة جاني شاب عمره يمكن 30 سنة، فجاني وقال لي: دكتور، أنا صار لي 17 سنة أو 13 سنة، نسيت، راكبني جني. راكبني جني. طبعا أنا بيني وبين نفسي قاعد أقول هذا وصل له 13 سنة فاشل، بس قاعد يبحث عن جهة يركب عليها مشاكله. فهو تحليله أن المشكلة ليست فيه، المشكلة في هذا الجني اللي ركب عليه. وماشي مع الفلسفة، بل أسميها الشعوذة الدينية، التي تقول الإنسي الجني يتلبس بالإنسي ويتحكم فيه. هذا كلام فاضي، ليس من ديننا. أرجوكم أولها نمسحها، هذه ليست من ديننا، ما في شيء اسمه تلبس. طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واضح جدا كان عندما قال: رفع القلم عن 3، بس 3: المجنون حتى يفيق، والصغيرة حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. ما قال واللي راكبه جني إلا أن يطلع منه، ما قال هذا، 3 بس. فما حد يركبها على جني الله يخليه. فهو يسألني بحكم أني يعني أفهم في المسائل الدينية وكتب في العقيدة وغيرها، فقال لي: إيش رأيك دكتور، إيش أعمل في هذا الجني اللي راكبني؟ قلت له: والله رأيي أنك تركبه. إيش تركبه؟ يعني ليش سامحنا أن يركبه؟ أركبه أنت يا أخي. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم من الأقوى، الإنسان أم الجني، من الأقوى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول عن كيد البشر: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالإنسان أقوى من الجني، وليس كلامي هذا، هذا كلام كبار علماء السلف. فالسلفيين الذين يؤمنوا بتلبس الجن، هؤلاء لم يتبعوا حتى أئمة السلف أنفسهم، مثل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أقوى الجن غير إبليس عقله بعقل طفل عمره 10 سنوات من البشر. فنحن أقوى، وهذا الشيطان لا يملك علينا أي سيطرة، ولا يملك إلا الوسوسة، بس الوسوسة. وهذا في القرآن الكريم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. القرآن واضح جدا في هذه المسائل. على فكرة، جميع الأحاديث، كل الأحاديث التي تتكلم عن تلبس الجن بالإنس، كلها حديث صحيح، ولا حديث صحيح فيه. الله يخليكم، ماذا بلي ديننا على لعب، حياتنا على أوهام. أيضا في بعض الناس يرموا مشاكلهم على الظروف. الظروف هي المشكلة. أنا ممتاز، بس الظروف هي السيئة. والظروف هذه قد تكون ظروف عائلية، ظروف تنشئة، أحيانا ظروف اختلال،
ظروف حكومة سيئة، ظروف استاد، هذا مرة أنا كنت أدير وما زلت عندي مدارس أديرها، مدارس عالمية. فأذكر لما كنت أدير أكاديمية الإبداع الأمريكية دخل علي ولي أمر فقال لي: دكتور أنا عندي مشكلة مع ابني، إن أنتوا رسبتوه في 5 مواد. قلت له: ابنك فلان؟ قال لي: إيه نعم. قلت له: والله ما رسبنا. قال لي: بلى دكتور رسبتوه في 5 مواد. قلت له: والله العظيم ما رسبنا. قال لي: دكتور شوف شهادة راسب في 5 مواد. قلت له: هو اللي راسب مش احنا اللي رسبناه، هو اللي راسب، ما ترميها علينا، ترميها عليه هو، لازم يعرف انه هو اللي رسب، احنا ما نرسب احد. ففي ناس عايشه بعقليه الاستاذ رسبنا. هذا انسان ما ينجح، هذا اللي ما عنده تحمل للمسؤوليه ما ينجح. واحيانا على فكره احنا نربي اولادنا، نربيهم تربيه على عدم تحمل المسؤوليه. أعطيكم مثالين. مرة جاتني أخت كريمة قالت لي: دكتور بقول لك قصة أستعملها في دورات. لها تفضلي دكتورة، اسمها أحلام. فتقول لي الأستاذة أحلام أن عندها بنت صغيرة عمرها 6 سنوات. هذه البنت في الأول ابتدائي جات من المدرسة، فأمها سألتها قالت: عندك واجبات اليوم؟ قالت: إيه عندي جملة مطلوب أني أنسخها 5 مرات. قالت: طيب يلا غيري ملابسك، تقدي ارتاحي شوية، شوف رسوم متحركة. معها نست الأم الواجب والبنت نامت بدون ما تحل الواجب. فتقول لي الدكتورة، هي دكتورة أحلام، تقول لي: أنا يعني ما حبيت بنتي تروح مش حل الواجب، فأخذت القلم الرصاص يدي اليسار اللي ما أعرف أكتب فيها ونسخت لها الواجب 5 مرات. راحت البنت المدرسة، لما رجعت فالأمها دكتورة: بشري إيش اللي صار؟ قالت: الحمد لله والأستاذة أعطتني نجمة على شغلي الجميل. قالت لها: عندك واجب ثاني؟ طبعا عندي، عندي جملة ثانية لازم أنسخها 5 مرات. وأيضا تكرر في المسألة في اليوم. لما البنت نامت وهي ما حل الواجب، رجعت الأم باليسار كتبت، جاءت البنت رجعت فسألتهم قالت: والله الأستاذة أعطتني نجمة. قالت: عندك واجب آخر؟ قالت: والله عندي جملة أخرى لازم أنسخها 5 مرات. في اليوم الثالث الأم قالت لها: اسمعي اليوم ما تنامي إلا لما تحلي الواجب. فالطفلة هذه بكل براءة قالت: ماما أنا ما أريد أحل الواجب. فقالت لها: ليش ما تحلي الواجب؟ قالت: ماما الواجب ينحلي لوحده، هو ينحلي لوحده، أنا أروح المدرسة أشوفه محلول. في ناس معيشين أنفسهم وأولادهم بهذه العقلية، إن في أحد آخر سيتولى مشاكل. أعطيكم قصة أخرى تؤكد هذا المفروض. مرة جاني ابني الأصغر، في ذاك الوقت عمره وصل 16 سنة، إحنا عندنا قيادة سيارة يسمح بها 18 سنة، فهو من ورائي يسرق السيارة ويروح يقودها. فأنا طبعا انتبهت فناديته، قلت له: اسمع أنا أعرف أنك تسرق السيارة وتروح تمشي فيها وأنت ما عندك رخصة. قال: بابا أنا أعرف أسوق. قال: قلت له: أنا أدري أنك تعرف تسوق، بس أنا خليني أعمل معك اتفاقية واضحة. قال لي: إيش؟ قلت له: خذ السيارة أي وقت تريد أخذها، لكن والله الذي لا إله إلا هو، إذا الشرطة مسكوك ودخلوك محفر الشرطة، والله ما أطلع من البيت وأحاول أخرجك واستعمل مكانتي بين الناس، ما راح استعمل. أنت دخلت السجن، أنت تطلع منه لوحدك، أنت مسؤول عن نفسك. زوم زوم زوم. فهذا أساس كل النجاح، أساس النجاح أن الإنسان يتحمل مسؤولية ما يحدث له. إذا لم تفعلوا شيئا لتغيروا أنفسكم لن تتغيروا، مبدأ إسلامي أصيل
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلسفة بسيطة جدا جدا، يعني إذا لم تفعلوا شيء لن تتحسن حياتكم، بس باختصار. فإذا هذا مبدأ رئيسي جدا، هو أساس النجاح في الحياة. ما زلنا في الجانب الأول، هو أساس النجاح أن الإنسان ينجح مع نفسه، وأساس النجاح مع النفس هو أن الإنسان يتحمل مسؤولية ما يحب. هذا أمر أول، ما زلنا في الجانب الأول. أمر ثاني في الجانب الأول اللي هو النجاح، هو أن الإنسان يجب أن يضع لنفسه خطة للنجاح. النجاح ما يأتي وحده، النجاح ما يحدث تلقائي، أنا مع العمر أكبر 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 فجأة نجح، ما يحدث هكذا. أقول لكم قصة. مرة كنت أقابل المدرسات المرشحات التدريس في الأكاديمية، فأنا من ضمن الأسئلة اللي دائما أسألها وأنصح أي واحد يقابل يسألها، أني أسأل اللي أمامي ما هي عيوبك في العمل؟ عيوبك في الحياة ما تهمني، بس في العمل ما هي عيوبك؟ فإذا قال مثل الجواب التالي اللي جاني، مرة واحدة من الأخوات سألت هذا السؤال، قلت لها أختي ما هي عيوبك؟ فقالت الحمد لله ما عندي عيوب. فأنا قلت ما شاء الله، والله أنا اليوم في قمة السعادة، أول مرة في حياتي ألتقي مع إنسان ما عنده عيوب. فقلت لها يعني ما ينقصك أي شيء، هذا معنى أنه ما عندك عيوب، ما في شيء ناقص أبدا. فمعنى هذا الكلام أنك إنسانة كاملة، ما دام ما عندك عيوب إذن أنت إنسانة كاملة. قالت لا طبعا دكتور أنا ماني كاملة. قلت لها إذا أنت مش كاملة إذن عندك عيوب. قالت أكيد. لا شيء، تعالوا إيش جوابها كان؟ قالت والله خليتني أفكر. ليعقل إن الإنسان يريد أن يتطور في الحياة بدون ما يعرف ما هي عيوبه؟ كيف راح يحلها؟ كيف سيعرف الإنسان عيوبه؟ سيحل عيوبه إذا ما كان يعرفها أصلاً، ما فكر فيها أصلاً. والألطف منها هو الشخص الآخر اللي أخت كريمة أخرى سألت هذا السؤال نفسه، أختي ما هي عيوبك؟ فقالت والله دكتور ما ينقصني إلا عيب واحد، إلا مشكلة واحدة. لا خير. قالت والله ما ينقصني إلا الحظ. تذكرتيني بالفنانين لما يقولوا إيش عيوبك؟ يقول عيب إني طيب القلب. هي عايز يمدح نفسها بس مفلسفها يعني. فالأخت تقول لي ما ينقصني إلا الحظ. فأنا قلت لها، هذه قصص حقيقية على فكرة كلها، وقلت لها ما شاء الله إيش يعني الحظ؟ قالت يعني الفرصة، حظ يعني الفرصة. قلت لها اسمعي، أنا أعرف إن في ناس كانوا مفتحين، شاب مفتح تدين، فلما تدين صار أهبل. أنا أعرفهم زي كلام جد، لأن قبل ما يتدين كان مفتح ما يؤمن والله الجن تلبسوا فيها والعين أصابتني ولا مع عايش بتفسير الأحلام والمشعوذات هذه اللي الناس عايشة فيها وعملوا لي سحر وما أعرف إيش. طبعا أنا ما أنكر وجود عين، ما أنكر وجود سحر، بس عشان التوضيح، لكن أنا أنكر إن الناس تفسر مشاكلها بهذه بدون دليل. ما عندك دليل إنه أسفور، ما عندك دليل، هي كلها ظنون، ما عندك دليل إن هذا عين، ما عندك دليل، فما تفسرها بهذا إلا بدليل. وفي السنة اللي كان يفسرها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوا يفسروا مشاكلهم بعين ولا سحر ولا جني ولا ما لم يحدث. أعرف تاريخ الصحابة بالتفصيل، قريت السيرة النبوية من 200 كتاب، هذه المسائل ذكرت فقط بالوحي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حد
يزود علينا في المسألة إن والله هذه من الشرق وما أعرف، إحنا نعرف إنها من الشرق، ما يجوز التفسير بها. نرجع، فقالت ما ينقصني إلا الحظ. قلت لها إيش هو الحظ؟ قالت يعني الحظ هو الفرصة. أسمعي، أنا أعرف واحد شاب كان عادي ومفتح، لما تدين صار أهبل. أعرف هذا، أعرف يقينا. طيب، لكن أنا الحمد لله من الناس اللي مفتح من أول يوم وما زلت الحمد لله مفتح، يعني ما أظن أني مشاهد. أنت تقصدي من كلامك يا دكتور أعطيني فرصة وشوف، بس قاعدة تقوليها بطريقة لطيفة. ضحكت، قلت لها أنا مستعد أعطيك الفرصة بس بشرط جاوبيني على سؤال. قالت لي إيش هو؟ قلت لها سؤال لها ولكم أنتم أيضا، الفرص تصنع أم تأتي؟ فرص تصنع أم تأتي؟ تصنع يا دكتور. زين، هو سؤال ليس للهدف من أن نسمع إجابتكم وإنما للإثارة. طيب، فقالت الفرص تأتي. لا جميل، الفرص عندما تأتي، كم نسبة الفرص التي تأتي بالمقارنة مع الفرص التي تصنع؟ فالجواب هو أن الفرص التي تأتي موجود فرص تأتي، لكنها نسبتها نادرة بالمقارنة مع الفرص التي تصنع. نسبة الفرص التي تصنع هي 99.8%. أقول له ما أنا مثل الانتخابات العربية. 99.8%. فرص تصنع، لكن دعونا نفكر أكثر وأعمق. الفرص التي تأتي يعني أنا جالس مكاني والفرصة هي اللي تأتي، بمعنى أنا ما سويت شيء. طيب أنا سأضرب مثال، أنا أدرت قناة الرسالة. قناة الرسالة ليست فكرتي وليست تمويلي، قناة الرسالة فكرة سمو الأمير الوليد بن طلال، وهو الذي دعاني وهو الذي سلمني إياه. أنا ما رحت له ولا أحد راح له قال اختار الدكتور طارق بتحريك مني، أنا ما كنت أدري، جاءتني هذه الفرصة. بس فخلونا نفكر جد جد جد، ليش جاءتني أنا ما جاءتكم أنتم؟ عرفتوا؟ حتى التي تأتي ما تأتي إلا للذي جاهز له، اللي مش جاهز لا ما تأتي. فإذن هذه فلسفات رئيسية. فالإنسان اللي عايش في الحياة ما هو راضي عن حياته، ما هو راضي عن وضعه، وينتظر شيء يصير بدون ما يعمل أي شيء، هذا شخص قاعد ينتظر فرصة تأتي من السماء، وهو يظن أن الفرصة تأتي يوم من الأيام، يعيش في هذه الأوهام هنا. والفرصة لن تأتي لأنه هو ما هو جاهز أصلا. فإما أن تصنعوا الفرص بأيديكم، يعني تروحوا تعملوا مشروع وتدرسوا وتعملوا دراسة جدوى وحسابات مالية والمؤسسات المالية وتقنعوهم بها، أو جهزوا نفسكم لأن تكونوا جاهزين لاستقبال الفرص عندما تأتي. ففي الحالتين أنت وأنت مسؤولين عن أنفسكم، مش أحد تهني. فهذا مرة ثانية أسس النجاح مع الذات. طبعا أسس النجاح مع الذات كثيرة، لكن دعوني أختم بالجزء أو بالأمر الثالث، وهو أن من أسس النجاح في الحياة النجاح مع الذات، ومن أسس النجاح مع الذات أن يعرف الإنسان أهدافه، أن يعرف أهدافه. أنا والله ما قاعد أتكلم بالغاز، لكن والله قاعد أتكلم بحرقة، لأن الناس على بداهة هذه الأفكار ما قاعد يسووها. إحنا ندرس علم الإدارة، ففي تدريسي لعلم الإدارة أنا أدرس علم التخطيط، تقريبا 70 خطة استراتيجية غير الخطط التشغيلية. فدائما نسأل السؤال التالي، هل عندكم لأنفسكم خطة وأهداف بعيدة المدى ومكتوبة؟ شرطين،
الشرط الأول أن تكون بعيدة المدى، يعني أقل شيء 5 سنوات، ويحبذ أن تكون إلى 20 سنة لها. والشيء الثاني أنها تكون مكتوبة، إذا هي في رأسكم فقط ما نعترف بها. علمنا علم الإدارة أن أي شيء غير مكتوب موجود. فالآن بدون إحراج لو سألنا الحاضرين والحاضرات، من عنده خطة طويلة المدى ومكتوبة؟ اللي عنده فهذا عنده أهداف واضحة لحياته. طيب اللي ما عنده، تعرفوا اللي ما عنده يذكرني بقصة مشهورة جدا، أليس في أرض العجائب. فأليس إن وندرلاند، فهذه بنت صغيرة اسمها أليس تقع في حفرة، والحفرة هذه توديها لأرض العجائب، المهم تتنقل من مكان لمكان، وبعدين تصل إلى مفترق طرق كثيرة وتحتار أي طريق تأخذ. فيطلع لها قط شبح كذا يتكلم معها، فتحت على تقول له لو سمح أي طريق أخذ؟ فيقول لها يعتمد يا أليس أنت وين رايحة؟ قالت أنا ما أعرف وين رايحة. أنت مش عارفة وين رايحة، ما يهم أي طريق تأخذ. هذا نفس الشيء هنا، اللي فيكم وفي كنا ما هو عارف إلى أين يريد أن يصل، ما يهم يدرس إيش يعمل إيش، ما يهم، لأن كل الطرق ما تؤدي إلى شيء، لأنه ما واضح. فهذه 3 أسس رئيسية للنجاح في الحياة. طيب إذن هذا هو كل هذا هو الجانب الأول، وهو النجاح في النجاح مع النفس، النجاح مع الذات. الجزء الثاني من النجاح هو النجاح في العلاقات، النجاح في العلاقات. النجاح في العلاقات، هناك أناس ناجحين جدا في الحياة لكن في علاقاتهم في منتهى الفشل. أضرب مثل مشهور وهو ستيف جوبز، مؤسس ومدير أبل اللي سوت لنا الآيفون، والآيفون هذا الجهاز الصغير هذا غير التاريخ، غير الدنيا كلها. فهذا شخص غيرنا كلنا. السمارت فونز هو اللي بدأها، ولمس الشاشة، إعطاء الأوامر باللمس، أول شركة في العالم بدأت به هي أبل. فهذا شخص غير الدنيا كلها. لكن ستيف جوبز كان سيء الخلق جدا مع موظفيه، مع مدراء، ما عنده أي احترام للناس، ما عنده أي تعاطف مع الناس، إلى درجة أنه كان من يعني بشكل يومي يقف في سيارته في أماكن المعوقين، وما عنده يدفع غرامة ولا شيء، ما عنده مشكلة، بس المهم يلقى مكان كويس. والأسوأ من هذا أن عنده حاشاكم ابنه من السفاح، ورفض أن يعترف بها، وهي وأمها أنت وأمها كانوا عايشين في فقر إلى درجة أنها كانت تتسول عشان تأكل، وهو من أغنى أغنياء العالم، وفي فترة من الفترات كان أغنى رجل في العالم، ولم يعترف بها ولم يعطيها أي أموال للأكل، إلى درجة أنها اضطرت أن ترفع عليه دعوة قضائية، وأجبرته المحكمة على فحص الDNA، فتم إثبات أنها ابنته. طيب هذا إنسان ناجح، ناجح أبل، وصل إلى القمة والأموال وكذا والشهرة وغيرها، لكن ما هي أخبار علاقاته؟ فعلاقاته فيها مشكلة رئيسية. هذا إنسان ناجح يمكن مع نفسه، لكن ما هو ناجح في علاقاته. النجاح في العلاقات ليس عشوائي. واكتبوا معي بعض القواعد الرئيسية التي تحكم النجاح في العلاقات. أول قانون من قوانين العلاقات، أنا سأعطيكم مجموعة قوانين العلاقة.
أول قانون من قوانين العلاقات أن العلاقات مستويات، بديهية جدا، في علاقة مع الوالدين، في علاقة مع الزوجة والزوج، في علاقة مع الأولاد، هذه العلاقات أهم من غيرها، بعدين في علاقات مع الأصحاب، في علاقات مع الموظفين، في علاقات مع الجيران. طيب هذه المستويات مرتبة أعلاها وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقتنا بالوالدين، ثم بالزوجة والأولاد، ثم بالأصحاب. أعيد، الله سبحانه وتعالى، ثم الوالدين، ثم الزوجة والأولاد، ثم الأصحاب. هذا هو الترتيب. طبعا العفو بين الوالدين والأصحاب في مستوى أيضا، وهو الأرحام. إذن الزوجة والأولاد، ثم الأرحام، ثم الأصحاب والجيران. هذه الكلمة على بساطتها أكثر الشباب ما يطبقوها، لا يطبقوها، هم ماشيين في حياتهم بالعكس، معظم علاقاتهم مع أصحابهم، والواحد منهم يحتاج أن يذكر 1000 مرة أن يا ابني زور جدتك، زور عمك، سلم عليه بالتلفون، ما تأخذ معك 5 دقائق تواصل معهم. صلة الأرحام هذه مؤخرة عن العلاقة مع الأصحاب، يقضي مع أصحابه ساعات و5 دقائق مكالمة تلفونية ولا ربع ساعة زيارة شخصية، أرحامه ما يعملها. ناهيكم طبعا عن نسيان العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ما مقلوبة العلاقات. هذا قانون، رتبوا علاقاتكم. قانون ثاني، العلاقات أنواع، هي ليست فقط مستويات، هي أيضا أنواع. إيش يعني؟ يعني في علاقات حميمة، وفي علاقات معرفة، وفي علاقات تخصصية، ليست سواء. علاقات التخصصية هم الذين مع الذين يشاركون في التخصص، فأنا في الهندسة ولا في الإدارة، فالعلماء المختصين بهذا من هم الذين أنا علاقة متخصصة معهم. يا شباب لازم يكون لكم علاقات مع المتميزين في مجالكم حتى لو كانوا من غير المسلمين، يجب أن يكون لكم علاقات. هؤلاء الذين سيرفع مستواكم، الأمة محتاجة أن يرتفع مستوانا في كل المجالات. طيب في معارف نسميها العلاقات الواسعة، علاقات الواسعة أكثر منها، أكثر، وأنا عندي في هاتفي يمكن 6000 اسم. طيب أكثر منها، هذه هؤلاء أستفيد منهم، يستفيدون مني، نتواصل بالمناسبة، لكن ما أعملهم best friends، ما أعملهم علاقات حميمة. الآن دعوني أنتقل إلى العلاقات الحميمة، الأصحاب المقربين، هذا غير الأهل، الأصحاب المقربين. في الأصحاب المقربين هذه لها قواعد، من أهم قواعدها أن العدد، عدد الأصحاب المقربين المفروض يكون بحدود 5 بس، وأقصى حد له هو 15. في بعض الفتيات عايشين بهوس أنها تريد كل الناس يحبوها وكل البنات يعشقوها وما ترد دعوة ولا ترد حفلة، هذه حياتها ضايعة. باختصار هذه حياتها ضايعة، تريد أن تجامل هذه وتريد ساعتين بالتليفون مع هذه وتروح حفلة هذه، ما بقى لها جزء من حياتها. لا تسمحوا بعدد كبير من العلاقات المقربة، لا تسمحوا، لن تنجحوا في الحياة إذا كثرتوا من هذا. وأقول لكم شيء أكثر من هذا، لا تحتاجوا عدد كبير من العلاقات الحميمة، ما يحتاجها، فما نحتاج كلها. طيب فإذا خلينا نميز بين أنواع العلاقات. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه المسألة بأسلوب لطيف جدا، فقال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إيش يعني؟ يعني
العلاقات الواسعة غير التخصصية خليها مع الناس اللي يشاركوك في المبدأ في القيم وعلاها الدين المؤمنين. وأما العلاقات الحميمة، يعني إيش حميمة؟ يعني يأكل طعامي، يعني نتغدى ونتعشى ونقوم ونجلس مع بعض، هذه لازم تكون فقط للأثرياء اللي يشاركوني أعلى درجات الأثرياء. طيب، قانون آخر ما زلنا في العلاقة، قانون آخر يجب أن يتعلموه الشباب ويجب أن تعلموه لأولادكم، العلاقات تبنى بالتدريج. قانون رئيسي، العلاقات تبنى بالتدريج. العلاقات تبنى بالتدريج، يعني يا بنتي يا ابني الله يرضى عليكم، إياكم 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 تثقوا بأي إنسان بسرعة. هذا يمكن عكس اللي بعض الناس يعيشوه، يحسن الظن في كل الناس. هذا سذاجة، هذه سذاجة. نعم أنا ما لست شكاكا، لكن بنفس الوقت ما أبني ثقة عميقة بسرعة. فالعلاقات العميقة يجب أن تأخذ وقت، وهذا كلام موجه للفتيات بالذات أكثر من الشباب، لأن عندهن مشكلة في هذا. قانون آخر من قوانين العلاقات، العلاقات تنهى بالحسم والحسم وليس بالتدريج. يعني إذا اكتشفت أن هذا الإنسان سيء ما أقطع العلاقة معه بسرعة ببطء وتدريج. إذا اكتشفت أن هذا إنسان سيء، اسمعوا جيد، تقطع العلاقة فورا وبحسم. يعني ماذا؟ يعني ما في علاقات، يعني ما في اتصالات ولا مسجات ولا فرصة أخرى ولا وساطات، وفورا وليس بالتدريج. هكذا تنهى العلاقة. قانون آخر من قوانين العلاقات، أن هناك أنواع من الناس يجب أن تتجنبوها. في بعض الناس يريد يبنوا علاقات مع كل الناس، لا. أعطيكم بعض الناس اللي يجب أن تتجنبوا العلاقة معه. تجنبوا العلاقة مع الكذاب. أنا ما أتكلم عن الكاذب اللي يكذب أحيانا، في ناس كل كذبة أكبر من الثانية، هذا من أسوأ الناس تبني علاقة معه. لا تبنوا علاقة مع الشرطار اللي يتكلم ما يسكت، هذا ضيع وقتكم. لا تبنوا علاقة مع مغرور، هذا سيحتقركم ويدوس عليكم. وغيرها في أنواع من الناس يجب أن نتجنب العلاقة. طيب سؤال، إذا كانت الأم والأب ما يعرفوا هذه الأنواع، كيف سيعلموها لأولادهم؟ كيف سيحذروهم من هذه الأنواع؟ فالبداية تبدأ بالآباء والأمهات اللي يجب أن يعلموا أولادهم أسس العلاقة. إذن النجاح في العلاقات هو النجاح في استعمال هذه القوانين. نروح للجانب الثالث. إذن الجانب الأول هو النجاح مع الذات، الجانب الثاني هو النجاح في العلاقة، الجانب الثالث هو النجاح في الإنجاز، النجاح في العطاء. يقول الأديب العربي الشهير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، مصطفى صادق الرافعي هذا ليس فقط أدب وإنما يعني فلسفة بأسلوب أدبي من أرقى ما يمكن، من أفضل الكتب اللي قرأتها في حياتي. إذا حبيت أعد خمس كتب رئيسية في حياتي، أحد منها وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، اللي ما قرأ أرجوكم يقرأ، لأن رائع رائع القلم، أسلوب أدبي فنان وقصص ممتعة وفلسفة عميقة شمعت في كتاب واحد. وغدنات عادة الفلسفة معناها بايخة أو صعبة، لا لا، وبعدين قصص كلها قصص جميلة جدا. على كل حال يقول كلمة جميلة لها علاقة بهذا الأمر الثالث الذي نحن بصدده، وهو الإنجاز في العطاء، عندما يقول إذا لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. إذا لم تزد
شيئاً على الدنيا كنت أنت زائداً على الدنيا. معادلة جداً بسيطة. في ناس يعيشوا ويموتوا لا يضيفوا شيء للحياة، فقط منفذين. في ناس لا يضيفوا شيء للحياة، ينجزوا يعطوا. في واحدة بعرفها، أحرصوا وأحرصنا على أن تزيدوا وتضيفوا شيئا إلى الدنيا. من الذي يضيف شيء إلى الدنيا؟ تعرفوا معادلة جدا بسيطة. الذي يضيف شيء إلى الدنيا هو الذي يذكر عندما يموت، هو الذي يذكر عندما يموت. هذا كان في واحد أيام جمال عبد الناصر، يكره جمال عبد الناصر كره العمل. فهذا المصري كل يوم يروح العمل يمر على واحد جرايد بتاع صحف وحاط الصحف على الأرض. فصاحبنا هذا يمسك الجريدة يطالع الصفحة الأولى ويخليها ويمشي ويوميا على هذا. فصاحب الجرايد ضايق، هذا ما يشتري. في يوم الأيام سوق، قال له يا أخي أنت إيش قصتك؟ بس تشوف الصفحة الأولى تمشي، ما تشتري جريدة. يا والله سامحني، أنا ما عندي اهتمام بالأخبار، فقط تمني صفحة الوفيات. فقال له بس العفو، الوفيات ما هو الصفحة الأولى. قال لا، اللي ببالي هيحطوه بالصفحة الأولى. فهي نفس المعادلة. أقول لكم شيء والله بدون حرج، وهذا يعني إحنا كمؤمنين ما عندنا مشكلة نتكلم في المسائل. راح نموت والله الذي لا إله إلا هو، والله نموت، إنك ميت وإنه ميت، بل كل حيموت. الفرق هو وين يحطونا، أين يضعونا، في الصفحة الأولى الصفحة الداخلية. مروا على المقابر واقرأوا الشواهد، أسماء اللي على كم واحد منهم تعرفوه أو سمعتوا عنه في حياتكم. افتحوا صفحة الوفيات واقرأوا الأسماء، نسويها باستمرار. هل في أحد سمع فيه؟ معظم الناس لم يسمع بهم أحد، معناها لم يضيفوا شيئا إلى الدنيا. يا أبنائي يا بنات، ما تكونوا من هذا النوع. حاولوا أن تتركوا أثرا، أن تتركوا بصمة في الحياة. هذه المسألة هي الجانب الثالث، الإنجاز والعطاء، ولها قواعد. أول قاعدة هو أن الإنسان يركز. هذا من الأشياء اللي علموني إياها في أمريكا. قالوا جاك أوف أول تريدز ماستر أوف نون، الذي يحاول أن يكون كل شيء لن يتقن أي شيء. اللي يحاول يكون كل شيء لن يتقن أي شيء، بس باختصار هكذا. فلا تحاولوا أن تكونوا كل شيء. اتصلت فيها مرة صحفية عندنا هنا في الكويت، فقالت دكتور أنا أحب أعمل معك مقابلة وعندي شوية أسئلة عن المشاكل الأسرية. استغربت، عفو يا أخي، أنت عمرك سمعتيني أتكلم عن المشاكل الأسرية؟ هل لي أي كتاب له علاقة بهذا الموضوع من قريب؟ هل عملت أي برنامج تلفزيوني أو إذاعي أو غيره أو مقابلة حدث فيها عن المشاكل الأسرية؟ قالت لا، بس أنت شيخ. فضحكت، قلت له والله مصيبة، يتكلموا في كل شيء. ليش يتكلموا في كل شيء؟ ليش؟ واحدة عندها مشكلة مع زوجها ما تروح لمستشار نفسي مثل أستاذنا الكبير الله يبارك فيه، أو طبيب نفسي. أنا ابني دكتور محمد طبيب نفسي، هذا شغلهم. ليش تجيني أنا استهمني بهالمسائل؟ ليش تروحي لشيخ مين؟ هذا إيش علاقة بالمشاكل الأسرية؟ وبعدين صايرين حلالين مشاكل بكل أنواع المشاكل. هذا لا، هذه ليست مشيخة، هذه مهزلة. هذه ليست مشيخة، هذه مهزلة. الشيخ الذي يتكلم في كل شيء لا يفهم، لا يحترم الناس. من أعظم النصائح التي تعلمتها في حياتي، تعلمت للأسف تعلمت في أمريكا على يد غير مسلمين،
قالوا لي تعرف من هو أقوى الناس؟ من هو أقوى إنسان؟ فخطر في بالي قوة الجسد، قوة الروح. قالوا لا لا، أقوى إنسان هو الذي يعرف هو أو هي في ماذا لا يفهم. أنا أقوى الناس. تمام، معك افتح الميكروفون. الذي يعرف هو في ماذا لا يفهم، هذه القوة الحقيقية. إذن قانون عندنا للإنجاز هو التركيز. قانون آخر ألخصه بجملة: إذا عملت أو عملتي فيما تحسن سوف تنتج. إذا عملت أو عملتي فيما تحسن سوف تنتج، لكنك لن تبدع إلا إذا عملت فيما تعشق. يعني أنا تخرجت بالهندسة، هندسة البترول، وكنت الأول على دفعتي حتى على الأمريكان، وتخرجت امتياز بفضل الله بجميع المهن، شاطر فيها بس ما أحبها، ما أعشقها، ما أحبها، ولذلك لم أبدع، لم آتي بأي إضافة، لم آتي بأي شيء جديد. أعرف أطبق المعادلات اللي علموني إياها، وأعرف أستعمل برامج الكمبيوتر المتعلقة بالبترول، لكني ما أبدعت شيئا إلى أن اتخذت قرار مصيري. وأتمنى كل واحد فيكم وكل واحدة تفكر بهذا القرار، وأنتم يعني سنكم يسمح بهذا. إذا كنت في مجال لا تعشقوا، لا تكملوا، لا تكملوا فيه. أنا تركت الهندسة لما صار عمري 37 سنة، ما في شيء اسمه وقت متأخر. لكن الأهم مني مثال رائع في تاريخنا الإسلامي هو سلطان العلماء مجدد القرن العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى شخصية فريدة جدا. العز بن عبد السلام كان سوري، كان من دمشق. لما جاء المغول حاكم دمشق الخائن تحالف مع المغول ضد المسلمين، ضد الولايات الإسلامية الأخرى، فحاول العز بن عبد السلام ينهى عن ذلك فطرده، نفاه من سوريا، فتوجه نحو مصر، وخرج دمشق كلها تودع، فخاف الحاكم على ملكه، فأرسل له شخص فكلمه، قال له أرسلني الحاكم إليك ويقول لك إذا قبلت أن تعود وتقبل يده سيعفو عنك. فضحك العز بن عبد السلام، قال والله يا قوم أنتم في وادي وأنا في وادي، والله ما أرضى أن يقبل هو رجلي. راح مصر وصار إمام العلماء في مصر، وجاء المغول احتلوا فلسطين وحملوا رايحين يفتحوا مصر. حاكم مصر سيف الدين قطز كان متردد في القتال، كان ناوي يتفاوض مع المغول ويسلمهم مصر. خليكم من الأفلام، هذه هي الحقيقة. من الذي وقف له؟ وقف له هذا اللي ما هو مصري، ما هو من بلده حتى، وقف له سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وهدده ووقف الناس كلهم معه لما يكون العلماء بجد واقفين مع أمتهم. فخاف قطز على ملكه فخرج، فكانت معركة عين جالوت الشهيرة اللي أوقفت المغول، غيرت الدنيا. ليش قاعد أقول لكم هذه القصة؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء، أعظم علماء زمانه، مجدد قرنه. هل تعلموا يا سادتي الكرام أنه بدأ يتعلم العلم الشرعي عمره 51 سنة؟ بدأ عمره 51 سنة وما مات
عمره 84 سنة إلا وهو سلطان العلماء. فما في شيء اسمه وقت متأخر. يستطيع الإنسان إذا كان جاد ومخطط واستعان بالله سبحانه وتعالى أن يغير مجاله. سؤال لكم أنتم، من فيكم لما يصحى الصبح يشوف الساعة ويقول الله متى سيبدأ الدوام؟ طيب ليش عايشين بدون استمتاع؟ ليش عايشين بدون استمتاع؟ فأنا كنت هكذا، أنا كنت في هندسة مستمتع، بعدين قررت أني خلاص إلى متى، فقررت أتركه. فجاني واحد من أصحابي مهندس بترول أيضا، فكان زعلان، قال لي أبو محمد سمعت أنك راح تترك هندسة البترول؟ فهنا قال لي حرام، درستها كل هذه السنين، خدت فيها بكالوريوس ماجستير دكتوراه، أنا كنت مسؤول عن جميع حقول النفط في الكويت في وزارة النفط، فكل هذا حرام. قلت له يا أبو مريم إذا كان جزء من حياتي مضى خطأ فحرام أكمل باقي حياتي وأنا ماني مستمتع وأنا قادر أن أغير. فهذه نصيحة رئيسية جدا لكم، أن تكونوا ناجحين إلا بالنجاح بالإنجاز والعطاء، ولن تنجزوا بالعطاء إذا لم تكونوا تعشقوا مجال تستمتعوا بمجال، وإذا لم تكونوا كذلك غير. وحرام إذا كان جزء من حياتكم مضى خطأ، حرام بقية حياتكم تستمر. هذه رسائل أساسية وكبيرة. في هذا الجزء الثالث النجاح في العطاء أختم بنصيحة أخيرة، اتركوا الأهداف. شو أنا قاعد أكلمكم وأنا خبير إدارة، اتركوا الأهداف، لا تشتغلوا بالأهداف، حولوا الأهداف إلى مشاريع. عيدة، لا تشتغلوا بأهداف، حولوا الأهداف إلى مشاريع. الهدف هو نتيجة نتمنى الوصول إليها، هذا هو تعريف الهدف باختصار، بينما المشروع له بداية وله نهاية وله ثمان خطوات رئيسية. لاحظت الفرق بين الهدف والمشروع؟ الهدف هو نتيجة نعمل نتمنى الوصول إليه، بس ما في خطوات واضحة، بينما لما أحول الهدف إلى مشروع عندها له بداية تاريخ معين، له نهاية تاريخ معين، له خطوات، منها الهوية، منها الفكرة والورثة، منها التسويق، التخطيط، الموارد البشرية، المال وغيرها، شرحتها في دورتي وكتبي حول تأسيس وإدارة المشاريع. في دورة تشرح ثمان خطوات تأسيس وإدارة المشاريع، وهو أيضا ثمانية كتب في الموضوع، ممكن ترجعوا لها، سامحوني ليست تعايد. بس الهدف، لاحظوا عشان تنجحوا فعلا نجاح حقيقي، حولوا الأهداف إلى مشاريع. وفي نصيحة بعد الأخيرة، سامحوني في هذا المجال، كل مشروع، كل مشروع لا تعملوا وحدك، لا تعملوا أي مشروع وحدك، كل مشروع شكلوا له الفريق المناسب، كل مشروع اعملوا له فريق. يعني أنا عفوا أنا أتعامل مع الكتب التي أؤلفها، أن كل كتاب مشروع، له بداية له نهاية له خطوات، وكل كتاب عندي ناس مسؤولين عن الصياغة، ناس مسؤولين عن التدقيق الشرعي، ناس مسؤولين عن التدقيق العلمي، ناس مسؤولين عن الإخراج، ناس مسؤولين عن الخرائط، وهكذا يشتغل. ولذلك في الحمد لله انتاج كبير. اللي يشتغل، لما كنت أنا كنت أشتغل في كتابي الوحدي، فكنت أنتج في السنة كتاب واحد، لكن لما بدأت أشتغل بهذه المنهجيات وعندي فرق، صارت أقل سنة ست كتب سنويا، وكلها بفضل الله بمستوى عالي. إيش؟ لأن عليها منهجية، بينما لما كنت أشتغل وحدي كان المستوى أضعف. فالفريق يقويكم، فاشتغلوا بفرق. نصل وصلنا إلى النجاح الأخير، الجزء الأخير من النجاح، وهو أعظم نجاح،
النجاح الأول قلنا النجاح مع الذات، النجاح الثاني النجاح مع في العلاقات، النجاح الثالث النجاح في الإنجازات والعطاء، النجاح الرابع والأهم والأخطر هو النجاح مع الله سبحانه وتعالى. في علم الرياضيات أي رقم مهما كان حجمه عندما نقسمه على ما لا نهاية جواب صفر، واللي دارسين رياضيات يعرفوها، أي رقم تقسيم ما لا نهاية يساوي صفر. إيش يعني؟ يعني هذه الحياة الدنيا اللي إحنا عايشين فيها الآن كم سنة عيش؟ 100 سنة؟ 120؟ طبعاً لو وصلتوا 140 والله أكد لكم سيضع أسمكم في الجرائد، تمام؟ الآن خذوا هذه 140 سنة واقسموها على خلود في الجنة أو النار، كم النتيجة؟ صفر. كل الدنيا هذه صفر. وذلك جاء في الحديث: لو كانت الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة، ما يستحق يشرب ماء. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوفوا هي معادلة، هذه ليست آية عشوائية، هذه آية معادلة. ماذا تقول هذه المعادلة؟ تقول ابتغي فيما آتاك الله. كثير من الناس يفهمها في المال، هي ليست في المال فقط، ماذا أعطاك الله؟ ماذا أعطاك مال؟ ألم؟ خطابة؟ علم؟ فن في العلاقات؟ أي شيء أعطاكم يا الله ابتغوا فيه الدار الآخرة. يقول العلماء كلمة جميلة عجيبة عن هذه الآية، يقولون لما وجه الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين أن يبتغوا في كل ما أعطاهم الدار الآخرة، خشي عليهم أن ينسوا نصيبهم من الدنيا فذكرهم به، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إحنا اليوم قلبينها تماما، عايشين في الدنيا وغرقانين فيها إلى درجة نحتاج من يذكرنا بالآخرة. فالمعادلة مقلوبة. إنسان مؤمن، الإنسان من أمثالكم وأمثالنا إن شاء الله مؤمنين، هذه هي المعادلة الربانية اللي يجب أن نتعامل معها. فلا تنسوا الآخرة وتذكروا أن الدنيا قصيرة وأنها قد تنتهي في لحظة وكلكم يعرفون، فابتغوا فيها الدار الآخرة واجعلوا الله سبحانه وتعالى نصب أعينكم، واجعلوا نهضة أمتكم هدفكم، واجعلوا مهمتكم في الحياة خدمة دينكم وأمتكم والارتفاع بشأن هذه الأمة العظيمة. هذه أمة تخلفت 400 سنة لكنها بدأت بفضل الله تعالى بالنظر. وعندي أمل كبير حقيقة في الشباب من أمثالكم اللي بدأت تحكيهم في كل مكان في العالم، من جاكرتا إلى أمريكا، من كل مكان وجدت شباب مميز جدا. أقول لكم الحمد لله أنا أكملت أكثر من 50 سنة في العالم. والله الذي لا إله إلا الجيل الحالي من الشباب والفتيات المميزين، والله لم يمر على أمتنا مثله من 50 سنة. جيل مميز، قدرات غير عادية. طبعاً أنا أعرف، أنا عايش الحياة، أعرف أن الحفلات اللي تصير بالمدرجات يحضروها 50,000 ولا 100,000 ولا كذا، أعرف أنها موجودة، بس ما يهموني. هؤلاء لا أثر لهم، هؤلاء هامشيين على الحياة. الذي يغير الدنيا هم العلماء والحكام، هذا اللي يغير الدنيا، ما يغيرها للطبالين والرقاصين حاشاكم. اللي يغير الدنيا العلماء والحكام، هم اللي يغير الدنيا، هم الذين ينهضوا بها. فأنتوا اختاروا لأنفسكم أي صنف من الناس تريدون في الدنيا ثم في الآخر. أختم بقصة صغيرة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان جالس في المدينة، والحديث في الصحيح، وجالس جنب مجموعة من أصحابه، وعلى يمينه مباشرة واحد من الأنصار، من فقراء الأنصار، اسمه ربيعة ابن كعب الإسلامي من بني أسلم. ربيعة يقولون ما كان في المدينة أفقر منه، أفقر واحد في كل المدينة. بينما هم جلوس جاءت غنائم البحرين وفيها أنواع الفضة والذهب والملابس والغنم والإبل، ووضعوا الأشياء كلها أمام المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الجالسين معه خرجوا، ما زال ربيعة على يمينه. وكان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس كما قال، فما أحد سأله إلا وأعطى. يا رسول الله أعطني هذا البعير خذ، يا رسول الله أعطني هذا المال خذ، يا رسول الله أعطني كذا خذ، ما يرد أحد. الوحيد الذي لم يطلب شيئا هو هذا الفقير ربيعة بن كعب. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربيعة فقال: يا ربيعة سلني، أطلب، الله محتاج، أطلب. يقول للإمام ابن القيم، ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: قل إذا أردتم تعرفوا مراتب الهمم، تريدوا تعرفوا القمة في الهمة، فانظروا إلى همة ربيعة بن كعب الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم التفت له قال: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. بس هذا اللي طموحي كله هو هذا. ما قيمة أن ينجح الإنسان بكل الطرق اللي تكلمنا عنها ثم يفشل في الآخرة، ما قيمة ذلك. والعكس، لو نجح في الآخرة كل فشل في الدنيا لا قيمة له. نجح في الآخرة، أقل واحد في الآخرة، أقل واحد يدخل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، سيأخذ ملك يساوي 10 أضعاف الكرة الأرضية. هذا أقل واحد، هذا آخر من يدخل الجنة. فتخيلوا لما الصحابة سمعوا هذا قالوا: يا رسول الله هذا أدناهم فكيف بأعلاهم؟ قال: أولئك فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر. ما يخطر، يعني أنا أتمنى تجلسوا جلسة بس كذا مع النفس وتتمنوا وتتخيلوا أعظم درجات النعيم. ها؟ أعظم درجات، تخيل اسرح الجنة أعظم من ذلك، لأنه فيها ما لم يخطر على قلب بشر. فربيعة يقول: يا رسول الله أسألك، ما يريد الجنة حتى بس الفردوس، ويريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. شو الطموح العجيب هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خير ذاك يا ربي، والله بافر شيء ثاني، ما تريد من الغنائم هذه شيء؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله، إذا حصلت هذه أي من أي شيء آخر. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نحن مقبلين بفضل الله تعالى وإياكم على رمضان. أول شيء بارك الله لكم ولنا ولأهلكم وأحبابكم بهذا الشهر الفضيل، وجعلنا إن شاء الله ممن يبلغهم هذا الشهر، ويعيننا على يعني الصيام والقيام والطاعات بأعلى درجاتها. ونتذكر دوما ربيعة بن كعب الإسلامي وهمة العالية، وأن الطريق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم هو كثرة السجود. تذكروا هذا وأنتم في رمضان، وعندها لا تنسونا من صالح دعائكم. شكرا لكم على إتاحة الفرصة للتواصل مع ابنائي. نلقاكم إن شاء الله في أعوام أخرى، ويعني الوقت متاح لكم إذا تحبوا تعلقوا على شيء أو نختم الأمر عندكم. حفظ. السلام عليكم دكتور طارق، كيف الحال؟ حياك الله، الله يبارك فيك. بس في عندي مداخلة صغيرة. أول شيء يعطيك العافية، جدا محاضرة شيقة وممتعة. بحكي مروة أحمد مجاد لك وعدان من باكرة غربية. صدقا أنا من متابعينك من سنوات، يعني من فترة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كثير كنت أحب أسمع محاضراتك
جدا غنية وجدا هيك يعني بتخلينا نتعمق في الآيات اللي في القرآن الكريم، لإعجاز العددي لإعجاز العلمي. أسلوبك جدا شيق، فأنا وعائلتي كنا متابعينك يعني من سنوات الحمد لله وما شاء الله عليك يعني. وكمان شغلي يعني أولادي بجنبي وحبيت برضو أشارك الإشي هم يسمعوا كمان، ابني قرأ كتبك اثنين، ابني عمره 13 سنة اسمه نمير، قرأ كتابك تاريخ اليهود وتاريخ الشعب الفلسطيني، فجدا بشكرك وحبيت برضو هم يسمعوا هاي المداخلة. الله يسعدك بهم في الدنيا والآخرة ويرفع شانك. يعطيك ألف عافية وبركة جهودك إن شاء الله. أنا حابة أحكي دكتورة. تفضلي. دكتور طارق، أحيانا يتأمل الإنسان صراحة صدقا، يعني أنت ختمت في كلمات جعلت المآقي تترقرق، الدمعات والعبرات. بداية أنت ما كنتش شايف الأجواء في عندما بلغنا في الدعوة أن الدكتور طارق السويدان سيحل ضيفا في الأكاديمية. صدقا المشاعر جياشة، هاي واحد. يعني نأمل أن لا ينتهي اللقاء، أن يتوقف الوقت لبضع ساعات حتى نتأمل أكثر. أنا صدقا يعني أشعر وكأني في حلم وليس في حقيقة وليس في واقع، أنني أتكلم وأخاطب الدكتور طارق السويدان. الفضل يعود أولا لله عز وجل، ومن ثم للقائدة الدكتورة التي تتحفنا دائما بالمفاجآت، الدكتورة تغريد. دكتور طارق يعني إذا سمح لي، يعني إذا سمحت لي فتاوى العالم، إننا نشهد الله من أرضنا من هنا أننا نحبك في جلال الله. طيب يعني دعواتك يعني لإلنا حركت فينا مشاعر كتير حلوة، أمديتنا باليقين بالنجاح بالإيمانيات، شعور عن جد اللي شعرناه صعب تترجمه، اللسان صعب يترجم إيش إحنا شاعرين. ربنا يبارك فيك وبعمرك وبصحتك وعافيتك. إياك الله. السلام عليكم. بحب أشارك إذا ممكن. تفضلي، أنا بين أيديك. السلام عليكم دكتور. أنا غصون أبو سبيتان من القدس. إياك الله. كل عام وأنت بخير وبارك الله فيك. وزي ما تفضلت الأخت، نحن في حلم ونحن نتحدث معك. الله يحييك. وأشكرك على جميع ما تقدمت فيه، وأشكر الدكتورة أسمهان التي أتاحت لنا الفرصة لحضور هذه المحاضرة الرائعة الأكثر من رائعة، وبارك الله فيك يا دكتور. دعوة في السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن سؤال؟ تفضلي تفضلي. معك الأخت أغصان. السلام عليكم جميعا. أنا كمان تشرفت فيك دكتور، كنا قبل كم من سنة في مؤتمر معك أغصان. عندي سؤال، أنت تفضلت وقلت دكتور إنه من المفضل إنه يكون تجنب لبعض الأصحاب اللي هم أو بعض الناس اللي هم بما كنت يعني وصفتهم بالكذاب أو الثرثار أو إلى آخره. نعم. فما بالك يعني إذا كان الثرثار أو الكذاب يعني جزء من العائلة، أو نقول يعني في علاقة قريبة كأب أو كأم أو كزوج أو كابن أو كأخت. نعم. فهذولا طبعا الأشخاص صعب إنك تتجنبهم طبعا في حياتك. فكيف التعامل هون يعني إذا كرمت؟ نعم، هذا جزء أيضا مما يعني هو في علم العلاقات ندرسه، وهو أن هناك علاقات واجبة لا يمكن الإنسان أن يتجنبها مثل اللي أشرت إليه، وبالتالي هنا المطلوب أن الإنسان يستمر، لأنه ما يستطيع يقطعهم، لكن يستمر بالحد الأدنى، يعني ما يتوسع في العلاقة. وفي هذا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول إن لي أهلا أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم يسيئون إلي، فهذا يعني أستمر في العلاقة ولا لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن كانوا كما تقول، يعني إذا فعلا أنت صادق، فإنما تسفهم المل، يعني كأنك أنت قاعد تضع التراب في أفواههم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ولا سمح له أن يقطع العلاقة، قال استمر اصبر، لكن نجعلها بالحد الأدنى، هذه هي القاعدة، فما نستطيع نقطع العلاقات معهم ولا لازم نصبر عليه. ولعلهم إن شاء الله على أيام.
بارك الله فيك. أنا ممكن أن أسأل الدكتور؟ تفضل يا سعد. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلك شيخنا، بارك الله فيكم. أنا والله طالب خلصت بالكلية، بس لما شفت إنك أنت موجود حبيت أشارك. أول جملة أنت قلتها إنه النقد، إن أنت بتحب النقد أكثر من المدح. أي نعم. هذا أثر فيي، وبدي أقول لك بارك الله فيك وشكرا لك يعني، وأنا لخصت الأشياء اللي أنت حكيتها يعني، وشكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. حياك الله سعد، بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور. حياك الله. يعني حقيقة يعني الواحد سبحان الله أنه يعني فرح لما شفناك دكتور، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمد بعمرك وينفعنا بعلمك دكتور، بارك الله فيك. ودكتور يعني ما شاء الله عنك يعني من الوجوه الإسلامية ومن المشايخ ما شاء الله عن يعني عنك اللي يعني برغب الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى استفاق أن تكون داعي ما شاء الله عنك، فبارك الله فيك يعني. ويعني كنت جئت بسماحة الإسلام وعقلانية الإسلام يعني، وما يعني بل أنك دائما بتشجع الشباب على التطوير وعلى التقدم في حياتهم، فهذا الإشي يعني مشكور عنه، فبارك الله فيك شيخ. حياك الله، بارك الله فيك. يعطيك العافية دكتور. حياك الله يا بنتي، تفضلي. أول شيء أنا دنيا محمد كنعاني من كفر قرع، طالب في أكاديمية القاسمة. أنا بكتب شعر وحاليا بكتب في كتاب إليك. ما شاء الله. فجد المحاضرة يعني كانت من أجمل المحاضرات اللي حضرتها، وكثير يعني استفدت منها، وكتبت أفكار ونقاط اللي أنا رح أمشي عليها كمان لقدام، ورح أكتبها رح أحط اسمك تحتها برضو. أنا بنتي ميسون شاعر، فلو دورتي عليها ميسون السويدان حتلقي لها أشعار. هي فائزة، بقول لكم شيء على بنتي شاعرة، هذه شعراءها ولا لهم مكانة خاصة. ميسون لم تدرس في أي مدرسة عربية، من الروضة إلى الدكتوراه كل مدارس أجنبية، ومع ذلك فازت بجائزة الدولة المرتبة الأولى بالشعر العربي الفصيح. ما شاء الله. زين، يعني الإنسان إذا صار عنده همة وأيضا وجد الرعاية، إن شاء الله حتكوني من الشاعرات الكبيرات في أمك. شكرا لك كثير، وهاي أول مرة أنا بتعرف على شخص وإنسان مثلك، وشرف اني اتعرف عليك، وكمان راح اتابعك وراح اقرا كل الكتب المكتوبات. كمان في شغله في دعلك عليها، انت حكيت لنا اربع جوانب من النجاح. نعم. هسه في عندي سؤال، ان الجانب الاخير اللي انت حكيت لنا اياه انه هو النجاح في علاقاتنا مع الله سبحانه وتعالى، هسه السؤال هو ليش انت اخترت انه هذا الجانب يكون اخر جانب؟ انا كنت بفضل انه يكون اول جانب واهم. طبعا هو بارك الله فيك، طبعا انا سويت هذا عمدا لشيء احكم ان تعرفون، انا ادرس فن الالقاء، وعندنا في فن الالقاء اكثر شيء يثبت في اذهان السامعين هو الذي يقال اخر شيء. فلذلك حبيت ان يعني نجح الدكتور. يعني كنت بدك تختمها بشيء ما ننساهوش بحياتنا يعني، ابدا بتكون مسك. وبعدين أيضا مناسب لرمضان يعني قريب، فهي عمدا سويت. ختاما ما شاء الله عليك منتبه يعني. نجحتي بالدرس. دكتور أنا في عندي تعليق هيك على الحكي اللي نحكى. أول إشي بدي أشكرك على الكلام الرائع اللي كان. يرضى عليك. في تعليق كثير يعني هيك طول المحاضرة وأنا بفكر فيه، هو أنت يعني لما حكيت عن النجاح حكيت إن في بالنسبة للحظ أو للظروف زي كأنك مسحتهن من مرة من قاموس النجاح. خلينا نحكي، أنا شخصياً بحس إن هدول عاملين يعني هدول مش أساسيات في النجاح، بس هدول عاملين كمان مهمات، لأن في قصص كثير يعني قصص نجاح اللي هي الظروف والحظ كثير أثر فيهن يعني. فيعني مش حاسة إن أنا لازم نسحب. أنا أقول لك ليش، أشرح لك ليش يا ريمان. شوفي يا بنتي،
الظروف والحظ الاثنين احنا ما نستطيع نتحكم فيه، صح؟ يعني هذه امور خارجه عنا. احنا اللي نقدر نتحكم فيه هو الامور اللي نابعه من عندنا، اللي احنا نقدر نعملها. خليني اقول لك قصه، اسمعي هذه القصه. مره في بنت سعوديه، طبعا الان تغيرت احوالها، لكن لما كان هناك تشدد شديد واليوم عكسوها صارت يعني مهزله. فلما كان تشدد شديد كان المرأة مضيق عليها تضييق يعني لا يطاق الحقيقة، جاتني بنت سعودية فبدت تقول لي التالي، تقول لي يا دكتور أنا فتاة وعايشة في السعودية وأبوي كذا والتخصص اللي أنا أرغب فيه ما يسمحوا للبنات يدخلوا. هي قاعدة تتكلم وأنا قاعدة أعمل بإيدي كذا وهي مستغربة ليش أنا قاعدة أعمل كذا. المهم وأنا هي تتكلم أنا فلما ختمت قالت ايش رايك يا دكتور؟ نفس الكلام ان الظروف والوضع والكذا وزين. فقلت لها انت لاحظتيني انا كنت اعمل بايدي كذا؟ قالت لي اي نعم لاحظت. تعرفي ايش قاعد اعمل؟ قالت لي لا. قلت لها انا كنت اعد عدد الاعذار اللي حضرتك ذكرتيها ان ظروفك لن تسمح لك بالنجاح. فأنت ذكرتي 26 عذر، 26 سبب وظرف يمنعك من تحقيق النجاح. فالآن نصيحتي لك يا ابنتي أنك استسلمي، لأن اللي يواجه 26 سبب للفشل والضغط ما يتحمل، فالأفضل أن تستسلمي. فهي غضبت قالت لا ما راح استسلم. وقلت لها في عندكم بنات رفضنا الاستسلام ونجحنا؟ قالت طبعا في. ليش ما صرتي زيهم؟ ليش اخترتي طريق الاعذار ولم تختاري طريق التحدي؟ القرار عندك، كان في الحالتين سواء احنا ظروفنا مناسبه او سيئه، في الحالتين نحن الظروف ما نقدر نعمل فيها شيء. لكن انا اسالك سؤال بالعكس، هل يوجد شباب عايشين بظروف ممتازة عندهم وضع اجتماعي وعندهم عائلة قوية وعندهم نفوذ سياسي وعندهم مال وعندهم وفاشلين؟ ألا يوجد؟ تعالي شويهم عندنا مليانين. طيب وفي ناس العكس بكل الظروف الصعبة ناجحين. فكلامك صحيح يا سيدتي، لا شك الظروف لها تأثير، لا شك حتى الحظ أحيانا له تأثير، هذا صحيح، بس ما نقدر نعتمد عليه. فالحل أمامنا هو أن الواحد يفكر في الأشياء اللي بعيدة ليست الأشياء اللي مش بعيدة، فهذه هي الفلسفة اللي وراها. تفضلوا. أكيد أنا بصراحة يعني كنت هيك أقصد، أن القصد تبعي أن فعليا لا شك أن العمل هو أساس كل نجاح، بس كمان في يعني مش القصد أن ما نمسحش فكرة ما نقدر نمسحها لأنها جزء من الحياة، جزء من الواقع. واحد يقول مش موجودة، طبعا موجودة، لكن ممكن أعطي مثال، ممكن لسان يتحداها هذا. ممكن أعطي مثال على إنه كيف الظروف مش ممكن تأثر إذا الإنسان عنده عزيمة من بعد إذنكم؟ تفضلي. زيد فضلك. مزبوط إن الظروف بتكون أحيانا متغلبة على الإنسان أكثر من أي ناحية كانت، ولكن تعال نعطي مثال على الأمواج اليوم المنتشرة، من الأمواج الإلحادية والأمواج اللي ضد الإسلام، بس مع ذلك من أكثر الأمثلة اللي بتعطي وبتثبت إنه البني آدم بيقدر يتحدى الظروف المسلمين بالعالم. اليوم كثير جوانب بالعالم بتحاول تحارب إسلامنا الحنيف، بالرغم من ذلك المسلمين صامدين. طب إن كل الظروف قاعدة بتحاول إنه تخفف من ظاهرة الإسلام العظيم، لا هاي بشكل عام. بارك الله فيك. يعني على فكرة يعني بس أنا عندي ملاحظة إنه ما في شيء اسمه أمواج إلحاد، هذا غير صحيح. يعني أنا تتبعت هذه المسألة، هي ليست ظاهرة، هي حالات فردية محدودة جدا. يعني إذا حبينا نعد الذين التزموا في سنة مقابل الذين ألحدوا، ما في مقارنة أصلاً. عشان نسمي
أمر ظاهرة أو موجة لازم تتجاوز 10% من المجتمع. أنا ما وصلت 1% من المجتمع. الآن لكن الناس تتكلم عنها كثير فيظن الناس أنها واقعية. طيب تفضلوا إذا في بس بدنا نعطي الدكتور عوني يختم الشيء إذا سمحتوا. في حدا عنده استفسار قبل ما اني بارك الله فيك. بس بدي احكي على السريع، الفكره هي انه ملاحظتي انه شغله الترندات مش بالضروره صحيحه، انه الناس بنخدعوا بالسوشيال ميديا. صحيح، هذا صحيح. طيب تفضل. بقدر احكي لكم انا من هالكبهة. تفضل. بما ان دكتور اول شيء شرف كبير ان نتحدث معك على المباشر. يا مرحبا يا ابني، وبرحب فيك وبالجميع. بما ان طبعا مثل ما ذكرت احنا عرب 48 احنا بوضع خاص انا بسميه، بدنا منك عظة واحنا في ظل الاحتلال. بارك الله فيك. نعم. شوف طبعا أوكي. يعني اول شيء الحمد لله انا بحكي بعدد يعني الحمد لله جيد من عرب 48. يعني اولا بعض الاصوات النشاز التي تهاجمكم هي نشاز، هي ليست جزء من امتكم. شيء ثاني على فكره معظم الامه ما تعرف احوالكم، يعني معظم الامه تعرف الاحوال في غزه في الضفه الغربيه بس ما تعرف احوالكم منكم. وبالتالي عليكم دور حقيقي بالذات ان تستعملوا السوشيال ميديا عشان توصلوا اوضاعكم وأنكم ما زلتم يعني متمسكين بدينكم وبهويتكم وبعرضتكم وبمقدساتكم وفلسطين. يعني أنتوا فعلا يعني نموذج في هذا، فبس أوصلوا هذا المعنى للأمة لأنه حيكون أيضا في تثبيت. شيء الآخر اللي أحب أشير إليه، أنا أعرف حتى يعني أعمق من ذلك، يعني في منكم ناس أعرف أن صار عندكم اجتهادات في جانب السياسي، فمنكم من يرى المشاركة في الكنيسة وفي ناس يرون المقاطعة الكاملة، وبعض الناس يسميهم شمال وجنوب. طبعا هذه التسمية ما هي صحيحة لأن في الشمال يوجد الرأي الآخر وفي الجنوب يوجد الرأي الآخر، لكن هي اجتهادات سياسية. نصيحتي لكم أن تحترموا هذه الاجتهادات، يعني هذه ليست خيانات، هذه اجتهادات. وفي النهاية بعض الناس يرى أن المشاركة فيها مصلحة وفيها تخفيف ولعل يعني فيها شوية ضغط وإلا كانت الأوضاع أصعب، والناس الآخرين يرون أن المقاطعة الكاملة ويعني المواجهة الكاملة هي الأصل وهي التحدي وغيره. أنا هنا إذا بناء على طلب ابني الله يبارك فيه نصيحة، أقول احترموا اجتهادات بعض. يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول إذا وقع الاختلاف ارتفع الإنكار. إذا اختلفنا بناء على اجتهادات ما يصير أنكر عليك ولا تنكر عليه، وواحد يعتبر الآخر ما يفهم والثاني يعتبره خائن. أرجوكم تجاوزوا هذا، كلكم الحمد لله مخلصين لأمتكم وكلكم يعني تريدوا المصلحة النهائية لشعبكم، لكن عندكم اجتهادات اختلفتم عليها، ليس بالضرورة أن تتفقوا، لكن احترموا هذه الاجتهادات لبعضكم. هذا الاحترام لبعضكم هو الذي يوحدكم، هو الذي يعطيكم قوة. إذا سمحتم للشيطان أن يدخل بينكم تنازعتم، عندها ستفشل وتذهب ريحكم. فاحترموا اجتهادات بعض. وعلى فكرة يعني في تتبع السيرة النبوية أكثر اثنين كانوا يختلفوا مع بعض هما أبو بكر وعمر، وهذا في حديث صحيح مسلم إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في صحيح مسلم يقول لأبي بكر وعمر أقتما لم أخالفكم، من كثرة ما يخالفوا بعض ما عمرهم يتفقوا على شيء. وفي حديث آخر يقول أبو بكر لعمر ما عندك بس أي شيء أنا أقولك تقول عكسه. مع ذلك كان يحب بعض وكان يحترم بعض ويثق بعض، إلى درجة أن لما أبو بكر أراد أن
يرشح خليفة رشح عمر. أرجو أن يكون هذه هي أخلاقنا في تعاملنا مع هذه الاجتهادات، وإن شاء الله ما يفرق بينكم شيء، وتكون يعني قوتكم بوحدتكم نموذج. تفضلي. في ختام لقائنا مع الأستاذ الكبير أستاذنا فضيلة الدكتور طارق سودان، لا يسعنا إلا أن نتقدم باسم أكاديمية القاسمي إدارة ومحاضرين وطلاب، وباسم الحضور والضيوف الكرام، باسم مستشارة رئيس الأكاديمية لشؤون المرأة دكتورة تغريد، نتقدم لحضرتكم ولأسرتكم الكريمة بالتهاني القلبية، أولاً بحلول شهر رمضان المبارك، وللأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير، ونشكر لكم هذا الوقت الثمين الذي منحتمونا إياه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم، وأن تكونوا دائماً منارة نهتدي بها إلى الخير، وأن نستدل بها إلى الله عز وجل. كنتم في القلب ولا تزالون في القلب، وكلامكم دائماً ينير الدرب، ونستلهم منه القوة والعزة والشهامة والمروءة. وبارك الله فيكم على هذا اللقاء الذي أثلجتم به صدورنا، وأنرتم به دربنا، وفتحتم أعيننا وأعين أبنائنا وبناتنا في هذا المجتمع الذي يحتاج إلى مثل هذه النصائح القويمة والسديدة التي ألهمت الكثير من الحضور كيف يسيرون إلى درب النجاح في الحياة. بوركت مساعيكم، وبارك الله في عمركم، وسدد خطاكم، ونسألكم الدعاء دائما في ظل الغيب، ولا تحرمونا من لقاءات أخرى فنحن ننتظرها بإذن الله. بارك الله فيك أستاذنا الكبير. حياك الله. شكر لك، شكر للدكتورة تغريد وإدارة الأكاديمية والشباب والفتيات اللي شاركونا، ونلقاكم إن شاء الله. شكرا دكتور، والله هاي سعادة كبيرة لنا. بارك الله فيكم الجميع. إن شاء الله إلحاحات أخرى لحضور محاضراتكم. حياكم الله، يسعدني ذلك. كل عام وأنتم بألف خير. رمضان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا للجميع. شكرا العافية. شكرا دكتور. شكرا. شكرا يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا على هيك لقاء ممتع جدا جدا جدا. سعدنا بلقائكم. شكرا لكم جميعا، كان اللقاء مثمر ورائع. شكرا على حضوركم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك دكتور عوني. بارك الله فيك.